طيب ابي في حد تاني هناك؟ بطاء قوي جدا. ابو عور يا مصطفى ويا مصطفى خلاص ابو صدق يا مصطفى مش عارف ما عارف شوفهم انت تسالني عليهم ليه هنا بسرعه الله يبقيك طول عمرك ايه تعال تعال السلام عليكم ها لا والله ما طيب السلام عليكم مبروك عليكم برنامج اول حاجه طيب هرفع صوتي اكتر ابتداء من دلوقتي خلاص الدلع بتاع الخمس ايام الاكل النوم ومشتقاته اي حاجه تانية كانت ببلاش خلاص ابتداء من بكره اي حاجه هتستخدموها في القريه برصيد امين يا رب حبيبي طيب اول حاجه لازم تعرفوا الارصده هيكون في ثلاث انواع من الارصده اول حاجه الرصيد الخفي هي الخصومات بشكل عام تمام الرصيد الظاهر اللي بتستلمها من الفقرات ممكن تكسبها بالفقرات وبتستخدمها في الشراء او في اي حاجه عايز تعملها بالظبط دي الفلوس تكون معاك وعارف قيمتها الخصومات هقول لك الخصومات دلوقتي يعني كم بيكون موجود فيه من البدايه صفر 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 يروح سالب يعني بعد كده بتروح بالسالب كيف ازيده اقدر ازيده زود بالمعلق بالظاهر قصدي يلا يلا تمام في حاجه ثالثه اسمها رصيد المعلق رصيد المعلق ده هيكون رصيد المعلق رصيد المعلق معلق رصيد المعلق ده نظام جديد وعباره عن 20% من اي دخل بتزوده لرصيدك من الظاهر بيروح للرصيد المعلق بيفضل محفوظ يتجمع اكتر من مره لحد ما بيجي لحظه مع الاداره بتقدر انك تستخدم يعني ادخار بالظبط هو ادخار 20% كيف ادري انه معلق خلاص هو معلق جاهز فرضا كسبت في مسابقه 1000 ريال 20% منها راح للمعلق والباقي بتقدر تستخدمه تمام فاي نوع فقره او حتى اي مكسب يعني اي دخل زياده بيجي لك على طول 20% راح للمعلق الخصومات الرصيد الخفي التخلف عن الصلوات اغلاق المايك الاداب العامه مخاطبه الجمهور خلي الكونفشن روم تاخر عن الفقرات الغياب عن الفقرات او الغياب عن البث عشان وقت الرياليتي والجدول الاذان والصلوات انتوا عندكم الجدول الموجود في الغرفه استاذ في موضوع ناقشناه اليوم انا وجابر والشباب اللي هو عن الصلاه احنا الجدول موجود للاذان والاقامه تمام لكن عن اللي امنا احنا يعني فينا الجيد في القراءه وفينا لا احنا نبي نتفق ونثبت واحد يأمنا او اثنين يأموننا سواء علي عبد المعطي او جابر الحكم الامامه الاذان خلاص في الجدول الأذان بالنسبه موجود. للامام لا دي ما بينكم يعني اقول لك عليك بعد شوي ايش قالوا انت ممتاز شكرا يا طيب. مصطفى في نظام جديد برضو اسمه البورصه البورصه هو هيكون عباره عن تغير يومي في اسعار كل حاجه في القريه اي حاجه بتستخدمها تمام ممكن البورصه تشمل الاكل والمسابقات وحتى سراير النوم السرير اللي بتنام عليه في الغرفه اتوقع ان هو مريح فعشان كده احنا هنحط عليه ارصده هذا ظلم لا مش ظلم تمام السرير بنحط عليه بس بالنسبه للمسابقات بعض الاحيان متسابقين يكون رصيد مسابقه كبير تمام واليوم الثاني متسابقين اخرين رصيد مسابقه اقل فكذا ما يكون عدد البورصه بيتعرض عندكم قبل ما تدخلوا المسابقه قبلها بيوم يعني المفروض بعد شويه هتشوفوا البورصه على الشاشات بورصه بكره سواء المطبخ تزود بهاراتك او السجن واي حاجه تستخدم نعم في مطبخ بكره خلاص تبدا المسابقه كل حاجه بدات من بكره الساعه كم الساعه 1 في سؤال لو سمحت كيف نعرف بالنسبه للسرير ماذا هو داخل البورصة لا والله أتكلم جد يعني موضوع مهم تفضل السرير بفلوس أكيد طيب في نفس الوقت أقدر أنام في أي مكان براحتك نام في المسجد طيب ليش السرير عليه فلوس لأنه مليان عادي
والله انا اتكلم جد. غرفه نوم يعني ممكن انا غرفه نوم براحتك نام في اي مكان. لا لا نام في الشبان. لا لا سؤالي مو كذا، سؤالي مو كذا، سؤالي اني انا مجبور اني انام في القريه. تمام. ليش ما يكون لي مكان مهيئ للنوم بدون ما تاخذون عليه فلوس؟ هو المكان المهيئ للنوم بفلوس. طب صح. عايز تستخدم نقدر نجيب فرش. خذ الغرفه اخذه واطلع مع فراش والله تعطيني ريال. تمام كويس. عنده فراش حتى بسكليت. لا سمحت صحته. لا دقيقه بس تحدي وجزء من المسابقه. في فقره اللي هي السرير، النوم في السرير هو في فترتين، في ناس تنام في البث وفي ناس تنام برا البث. هل السرير بيكون له قيمه لما نكون بالبث؟ النوم وقت البث ايه غياب عن الهواء عليه خصم. اه تمام. والنوم النوم بعد البث على السرير عليه رسوم. طب هو انه تعبان هذا في اليوم. هذا طيب يا جماعه لا سمحت اسحاب. طيب متى النوم فيه؟ يعني مثلا بورصه دلوقتي حتى انا مثلا انا عندي فلوسي بالساعه صاحي والله هاي بيجي. لا بالنسبه لاي حد رصيده بالسالب او صفر من حقك انك انت تاخد قرض، واحنا هنعرف ازاي ناخده منك من اي مسابقه بتجيلك او مسحبه على طول. في قرض في قرض انت ناقص. نعم زي ما انت عايز، بس القرض اللي انت هتاخده هيتخصم منك بالسالب بزياده. يعني لو انت سالب 300 مثلا وخد قرض عليه فوائد مفيش فوائد. اذا فوائد مش لكن هو بالنسبه لك سالب زياده، يعني بيأهلك لدخول البرايم بالزق يعني مع نفسك. تمام. في حاجه اسمها الاوسكار. الاوسكار ده هيكون تصويت من الجمهور عن طريق تويتر كل يوم. لا كل اسبوع. بياخد جائزه على الرصيد وليها مميزات. كم الجائزه هتظهر في البورصه كل اسبوع ليه قيمه. تمام. بيزيد او بيقل، بس هو هيزيد ويقل قبل ما المسابقه تبدا، يعني قبل ما نبقى عارفين مين اللي هيفوز. طيب تويتر التصويت بتويتر مصطفى البورصه ايش يخليها ترتفع وايش يخليها تنزل؟ يعني احنا مثلا اخطائنا. نعم البورصه كيف ترتفع؟ البورصه هي على الكيف. ما في بورصه على كيفكم انتم يا شباب. تمام. في حاجه ثانيه اللي اسمها رئيس القريه. رئيس القريه هيكون اكتر واحد خلال الاسبوع جمع رصيد في الاسبوع. يعني كل اسبوع مثلا بنبدا يا جماعه الاسبوع هيبدا يوم السبت ويخلص يوم الجمعه مع نهايه البث. يعني المفروض النهارده الصبح مثلا بدانا الاسبوع ولحد يوم الجمعه اللي هو امبارح بالليل انتهى البث، خلاص كده خلص الاسبوع. يشمل بقى رئيس القريه ويشمل معاه كمان البرايم. برايم هيكون يوم السبت، فانت يوم الجمعه بعد الساعه 12 خلاص خلص البث. مثلا البث بيخلص على واحده او اثنين، خلص البث خلاص لازم تكون مسلم كل حاجه. تجميع الرصيد عن طريق مسابقات داخل ولا بس ولا هي فقره؟ هي مسابقات. المسابقات بشكل عام مسابقه واحده. طيب عندك المطبخ، عندك زود رصيدك، عندك البرايم نفسه تاخد فيه بالدرجات اللي انت عاوزها. السبت الجاي برايم. السبت الجاي برايم بعد اسبوعين. لسه 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 بعد ثلاث اشهر. تمام. كل اسبوع في رئيس قريه؟ ايه هو رئيس قريه؟ اكيد كل اسبوع. الاسبوع هذا الاسبوع ده لسه ما فيش. تمام. يتم تحديد عن طريق. لو انت جبت رصيد خلال اسبوع اعلى رصيد خلال اسبوع له علاقه بالتصويت؟ في اسبوع في الاسبوع ده حيكون في رئيس قريه. اعلى رصيد ظاهر. اعلى رصيد ظاهر. اقصد رئيس القريه. جمعت خلال الاسبوع. لا رئيس القريه يتم اختياره عشانه اعلى رصيد. على تجميع. رئيس القرية. على تجميع بالاسبوع. طيب يا جماعه الموضوع بسيط جدا. بدانا يوم السبت خلصنا يوم الجمعه. انت من السبت للجمعه لو انت جمعت 500 وصاحبك جمع 300 انت مبروك بقيت رئيس قريه. طيب اللي مع رصيد من اول؟ لا مالهاش علاقه. نبدا من السبت للجمعه. اغسل ايدك. ده كل اسبوع. يعني مش معنى ان انت معاك فلوس كتير من اول البرنامج. الفلوس اللي بتجمعها طول البرنامج دي للبرايم، لكن الفلوس اللي بتجمعها في الاسبوع ده لرئيس القريه. كل اسبوع بتتفضل. تمام. وبكره هيتم اعلان رئيس القريه. اعدام الايام. اعلان والله الايام اللي راحت كان في خصومات. نعم. الايام اللي راحت كان في خصومات. خصومات خفي. لا 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 تحط رئيس قريه الاعلان على حسب ايش؟ على حسب اكبر رصيد. اها خلال اسبوع على حسب الرصيد. تمام. رئيس القريه وش يسوي وش وظائفه؟ بيعين موظف. يعني كل بص كل تفاصيل رئيس القريه وقتها بكره. انا ما بجيها ليه انا صارت خصومات الحين ولا لسه؟ لان سالت سامي قال لسه ما بدينا. ترى الدرس خلاص مش حاب اشوف انك كيف بغسل ايدك. يعني الحين قد اللي ناموا مثلا في وقت ما وقت. لا 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 اي حاجه يا جماعه. يا جماعه الاكل السراير اي حاجه كنت بتصرف بيها من الرصيد الظاهر ما دام لسه ما استلمتوش يبقى خلاص ما فيش اي حاجه. ولا في خصومات ولا في خصومات. لكن الخصومات لكن خصومات الصلاه. خصومات مثلا الصلاه طفي المايك تغيب عن الفقرات دي انت مش محتاج فيها رصيد. بس هالمايك شغال طفي بس قد يعني قد تفعلت ولا لسه؟ تفعلت من اول يوم.
طيب مصطفى عندكم خبر يا عيال تفعلت؟ ما عندنا خبر ما تفعلت دلوقتي يلا ما عندنا خبر ما تفعلت يا مصطفى والله ما عندنا خبر ما تفعلت انا مسؤول انا اقول لكم نتفعل مصطفى تصيح على المايك نعم المايك يعني اذا دخلت مثلا عندي شغله بخلص تمام وقفلت المايك هنا ينخفض في انت عارف المنطقه بتاعت الهواء المنطقه اللي انت فيها لو المنطقه دي فيها هواء شغل المايك غير كده انا انت مش ملزم بالمايك يا سلام تمام غياب عن الاوسكار الاوسكار يا مصطفى يحسب كم غياب عن الهواء اكثر من خمس دقائق يعني طيب كل اسئله كل اسئله خلوها في الاخر الاوسكار ماشي الجوائزه قيمه بتكسبها لرصيدك الظاهر غيرها تمام وامتيازات امتيازات دي هتعرفها وقت اعلان الاوسكار زي مدلع القريه بالضبط مدلع القريه دلوعي ايش الدلع ايش من اني احصل على الجوال اعرف لسه طيب تمام في درع الجمهور درع الجمهور ده وقت البرايم اقسم بالله ما اسمع طيب في درع الجمهور درع الجمهور ده انت اعرف واحد اساسا فلوس يا الربع ها درع الجمهور درع الجمهور اللي بيتم التصويت خلال فتره البرايم تمام برضه بيكسب رصيد وده التصويت بيتم عن طريق الاس ام اس تمام ففي ثلاث حاجات الاوسكار عن طريق تويتر عندكم رئيس القريه ده اللي جمع الاسبوع خلال الرصيد الظاهر وعندكم درع الجمهور تصويت اس ام اس وبرده كلهم رصيد ظاهر وكل المسابقات والثلاثه دول بيطبق عليهم الرصيد المعلق يعني كل مكسب هتاخده برده هناخد منه 20% نخزن تمام متى اخذ المعلق هذا معلش على حسب في طرق ليها و اوكي اوكي احنا بتعرف مصطفى اسمح لي انتوا مش عارفين الاليه انت مش عارف الاليه بالضبط انت قاعد تقول لنا في رصيد معلق بس لا احنا فاهمين ولا انت فاهم رصيد المعلق اي دخل زياده شيل منه طب ايش المعنى منه كيف استخدمه متى اخذه كل فقره كل فقره ليها وقتها ليها لحظه شرعها تمام مسجد على نياتك بعد خروج من البرنامج وقت اعلان درع الجمهور هتعرف القيمه بتاعتها تمام يا جماعه كل فقره وليها مقدمه هو اللي يشرح تفاصيلها تمام زي ما قلت لكم تصفير الحسابات كلها يوم الجمعه بعد لو جاء وقت البرايم يا جماعه لو جاء وقت البرايم يوم الجمعه وخلص البث وانت ما ودعتش فلوس كانت في جيبك او كنت بتعمل بيها اي حاجه ما جبتهاش معناها ان هي مش هينفع تتودع وتخليها معاك للاسبوع اللي بعده تمام فريت بس نتزل معرض للسرقه مثلا نعم معرض بينكم يعني لو واحد مثلا جه قال لي ان هو نسى الفلوس في الغرفه نسى الفلوس في الغساله واتغسلت خلاص يعني هو رصيدك راح في الغساله ليش دعوه عيد النقطه هذه اي رصيد لو انت سحبت من البنك مثلا مبلغ وبعد كده ضيعته او وديته في اي مكان خلاص ده مسؤوليتك انت متى افضل وقت مناسب اجي اعطيك رصيد يتحلى كل يوم بعد كلام اليوم كل يوم بالضبط يوم بيوم يوم بيوم لو خليتها للجمعه اعطيتك مره واحده احسن حاجه ان كل العمليات بتاعتكم تتم يوم الجمعه ده افضل وقت عايز تيجي في وقت غيره اهلا بيك مفيش مشاكل يعني سواء يوميا جيت اعطيتك رصيدي او يوم الجمعه بس يوم الجمعه كويس. يتميز بحاجه واحده ان هو اليوم اللي قبل يوم السبت بتاع البرايم فما تجيش بعد ما نحدد الناس اللي هتبقى في البرايم بيقول انك عايز تودع ممتاز ممتاز ده برضه بتشمل على تسليم المحلات وبرضه رئيس القريه ممتاز تمام؟ رئيس القريه وش مهامه معلش رئيس القريه بيوظف متسابقين بيكونوا مهتمين يا اما بالضيافه كم؟ والتفاصيل دي كلها طيب لها تمام؟ رصيد لها شيء اللي رصيد وكل حاجه ليها وقتها برضه واذا كان رئيس القريه لا يحسن التصرف يا جماعه انا مش دعوه بالتفاصيل اللي انتوا عايزين تعرفوها بالشكل ده انا تفاصيل بس ان في فقرات زي كده خلاص كمل كمل ممنوع التحويل باي شكل كان ودي اساسيه قوي يعني ما تجيش تقول لي انك هتسحب فلوس وبعد كده تديها لواحد من زمايلك وهو يجي يودعها في حسابه او تيجي تقول لي على طول مباشره خد من حسابي وديها لحساب الشخص الثاني او انك تروح تعزمه يبقى انت كده بتخصم من رصيدك وتقدمها لشخص ثاني ممنوع العزيمه ممنوع العزومه ممنوع واذا هو ابن عم ولا جاي من بعيد بره تعزمه ان شاء الله لما تخرجوا انتوا الاثنين بعد 90 يوم تعزموا على اللي انت تقدر اقدر انا وياه مثلا تقدر يا جماعه في حاجه ايوه في وجبات مثلا بتكون سعرها لو انت كبرت الوجبه سعرها بتكون ارخص فممكن 2 3 5 يقعدوا على وجبه واحده هتكون ارخص بالنسبه لكم ولكن الوجبه تتقسم عليكم انتوا الخمسه مش عايزين ندخل في مره في مطعم ونلاقي واحد بياكل بدون ما يكون دافع الفلوس ما تدخلش مثلا اي مطعم وتيجي تقول له فلوسي جوه هياكل بعد كده ادفع لك او اكتبها لي ما دام قبل ما تستلم الاكل تكون مسلمه الفلوس اطلب الاكل وروح جيب الفلوس وارجع له الموضوع مختلف لكن ما تاكلش بدون ما تدفع ايش يصير خصم ممكن تدفع ضعف سعر الوجبه او لو كان المطعم مع واحد من المتسابقين مثلا فاز في فقره وكان عنده المطعم ملكه ممكن يطبق برضه مخالفه على صاحب المطعم
لون متساوي. تمام؟ الوضع متأزم. أي أسئلة؟ خلاص؟ الحمد لله. ممتع والله. طيب لا أنا مش مستعجل. والله مستعجل يا خلصنا في أقل من 10 طيب دقائق. نبغى لائحة الأسعار، أسعار الأكل، أسعار البورصة تتعلى الدولار. نبغى طيب لو سمحت سولف لنا عن رئيس القرية، كم الموظفين اللي يوظفهم؟ المذيع المسؤول عن رئيس القرية هو اللي حيقول لك أنت رئيس القرية، حيقول لك على كل رئيس البلدية. تفضل. بسم الله عليك. هو رئيس القرية هو رئيس محمد. الآن لو عندي مثلا رصيد وصلت 1000. حلو. ونخصم عليه برصيد خفي. وهذا الخفي مو خصم؟ اها خصم صح؟ حلو. انخصم مني. أه. انا معايا 1000. حلو. ايش عرفكم انه مخصوم مني ولا انا معايا 1000 الان اشتري ب 1000؟ ده رصيد ظاهر. ظاهر. تستخدمه او بيجي لك من المسابقات. طيب قاعد انا اكل واشرب فيه كل شيء. ده على جنب، لما بتيجي وقت البرايم بنجمع الرصيد الظاهر والرصيد الخفي اللي هو بالسعر. بينقص من رصيدك. هي. فانت لو عند البرايم. نعم؟ عند البرايم. يعني ممكن هذا ممكن انا لو معايا 1000 انزل بسبب الخصومات الى 100 بالضبط. ممكن تبقى انت اعلى واحد في الارصده، ولكن الخفي بتاعك اعلى واحد في الارصده فتدخل اسبوعيا اسدد الخفي يعني. نعم اسبوعيا اسدد الخفي هذا الخصم. ها اسبوعيا يعني مثلا انا الاسبوع هذا اخذت مثلا 300 تحت الصفر سالب 300 تمام، والبرايم اكتر برايم مثلا معي 1000 في الظاهر. أه. تاخذ من ال 1300 مش بناخذ منك ال 1000 خلاص، احنا بنجمع الاثنين مع بعض. ال 1000 اللي معك في الظاهر فهو في الظاهر 700 رصيدك يعني. لا الخفي هذا يقعد الى متى؟ سؤال ترى ممتاز مكمل معاك لحد اخر برايم. والله يا يعني انت ممكن تكون اعلى واحد في الارصده بس كل اسبوع بتدخل البرايم، وما تبقاش مستغرب لان انت ممكن تكون بتطبق الحاجات اللي تخلي تجي عليك خصومات. طيب واللي يدخل البرايم يكون يعني رصيده اعلى يعني اقل ناس في الارصده هم اللي بيدخلوا البرايم. 6 شباب 6 يا جماعه 7 ايه 6 وواحد يرجع وخمسه سابق. وبرده تفاصيل البرايم وقت البرايم. تمام. طيب يا مصطفى ما قلتوا لنا بدل خصم الخفي واحد. نعم في ناس ناموا وفي ناس بدل ما صلوا وما خصم الخفي في اول يوم تم شرحه. يا شباب احد يعرف انه بدل خصم ما في خصم ما قالوا ما في شيء والله اعرف شيء والله ما في شيء. قالوا نبدا اذا جاكم مصطفى. احنا قلنا نبدا الرصيد الظاهر لما يجي مصطفى. لا لا لا. لكن انا بنفسي انا بنفسي شرحتها لكم هنا اول يوم. طيب بس نبغى نعرف الارصده. قلت لكم كمان القيم. نبغى نعرف الارصده. الرصيد الخفي يبين طيب لنا الحين ولا لا؟ الخفي مش هتشوف. تقدر تقول نبغى نعرف الارصده الان. الرصيد الظاهر. طيب رصيد الظاهر تقدر تعرف يلا من اي حد. طيب مين نعرف الحين مين عايز يعرف رصيده؟ انا ابغى اعطيني فلوسي ويني. انت مش لازم تسحب كل فلوسك يعني. مثلا لو انت 700 ريال مش لازم تاخذ 700، ممكن تاخذ 50 مصطفى وتخلي الباقي في البنك. مصطفى طيب انا بعرف رصيدك. يلا كلنا بالدور. طيب وقتك في البنك ممكن تعرف رصيدك. عطنا الحين كم حنا كم على كم الكل. يلا معلش بس دلوقتي البورصه مش عارف ماشي. لو انت عايز التلباس يا محمد. نعم نعم تفضل تفضل. طيب طيب بكره مع اعلان رئيس القريه. ايه هو اللي بكره؟ طيب اللي عايز يعرف رصيده ممكن يجي لي البنك ويسال على الرصيد. البنك وين؟ اخر الشارع. طيب اذا صارت مداهمه على البنك وسرقنا البنك. سلام سلام يا سلام. هتستفيد ايه؟ لا مو هتستفيد ايه يا مصطفى. طب انت ساحب مني 50 لما تيجي تودها لي 300 ريال يبقى حالتين، يا اما محولها من شخص او انت اللي سارق. لا بحطها بخليها معي. مرحبا يا مصطفى. ليه ما يصير رصيد الحين كله؟ جماعة البورصة دلوقتي هتشوفوها على الشاشات. ايوه تعرفوا قيم كل حاجه بكره. حق بكره بس يوم واحد. حق بكره بس كل يوم في الليل. كل يوم يعني الفقر الكلام اليوم يتم اعلان الليل النوم عادي في السرير الان. ارصدتنا ليش اليوم البورصه يعني تبدا من بعد الساعه 12 يعني برضه في كرديات. ارصدتنا ليش والله البورصه. لا يا جماعه بورصه بورصه اليوم بس اخير. الان لو دخلت غرفه النوم محسوب اني نمت ولا اخذ اغراضي وامشي عادي؟ بص في يعني دلوقتي عادي تمام. اول 12 بعد 12 الغاء بعد 12 ابغى اخذ اغراضي بعد 12 عادي. اي آه. يا رجل وش موضوع النوم لسه هو يقول دقيقه يا رامي دقيقه. اذا سحبت فراشي من السرير حطيته تحت نمت عليه عادي. جنب السرير جنب السرير يا بنا خلاص جنب السرير يا بنا. يا 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 انحرجت. طب لو السرير يعني غرفة النوم. لا لا يعني انت غرفة النوم كاملة لو رحت نمت فوق الدولاب يبقى انت كده جوه الغرفة. حلو الكلام ده؟ لا 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 مو بحلو الكلام. لا عجبني يعني. اسحب
ولا مصطفى بسحب السرير بتنام بكره في السرير ما ادري لا السرير ذكي انت اي حاجه بغرفه النوم طيب اسمع مصطفى خلوني اعرض البورصه لو سمحت عشان نعرف ايش اللي بعدها طيب لو تقدروا تعرضوا البورصه دلوقتي طب مصطفى فيها زياده زياده ما فيهاش في مسابقات بيكون فيها نقص خصم رصيد مصطفى طيب بعد الساعه 12 قعدت على سريري بس ما نمت قاعد اقرا بعد البث لا لا تفاصيل اللي زي كده ليها وضع تاني لو انت عايز تعرف تفاصيل اكثر بعرف اليوم بقعد بشوي يا رجال والله ما خلى يحصل علينا نوم ذليل طيب البورصه جاهزه جاهزه يلا نبغى نعرف يقول لك يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسالكم خلاص خلاص يلا الله يوفق الوجه يعني انتوا الحين هو يمكن ما حاسب حساب شيء كل واحد سال سؤال خليته يحسب بس بعد نزل يا جابة تنبهنا لازم احنا احسن سؤال انك يا جابة زي مثلا يا مقرب ما حد راجل السؤال جماعه لو سمحتم في واحد بس بيسال عن شاس سريع المشاهدين ما يشوفون رصيدتنا الظاهر في متسابق مش عاوز يخلي الجمهور يشوف رصيده ده حق انت بالنسبه لك كمتسابق مش من حقك تسال عن متسابق تاني يعني اذا سالني واحد معلمه براحتك انت انا هقول لك رصيدك انت عايز تبلغه للناس كنبه لكن انا مش هروح اقول لمتسابق تاني على الرصيد لا واحد رصيد فيكم لا نقابله ولا نشوفه ولا شيء احب اللي رصيدتهم عايز يلا ودعنا الله هذول اخويا طيب انت حر في رصيدك لكن انا مش انا اللي اعلم يا مصطفى رصيدك لواحد زميلك كان على الهوا في وقتها يا اخي كم مصطفى يعني من ناحيتكم انتم ما راح تخبرون حد خفي ما بيتعرضش عن مصطفى يعني انتم ما راح تخبرون حد برا بالرصيد انتم كنبه نعم يعني ما راح تخبرون انتوا اي متسابق بالرصيد ايش الفائده عيد علي صوتك بنخلص انا لو جيتك مصطفى لو جيتك وقلت كم رصيد محمد بن خير تعلمني لا لا حول هيا تسالني عن رصيدك انت ابلغك تسالني عن رصيد حد خلص ولا سالت البنك خلص ونروح نسال طيب يا ريت نعرض البورصه بس معلش هنعرض البورصه دلوقتي عشان تعرفوا قيم كم حاجه وين هي البورصه طيب دلوقتي هيتعرض على الشاشات بورصه البورصه هتتعرض دلوقتي على الشاشات زد بهاراتك 400 انت سجل زي يا عيال انت سجل 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 تمام يا جماعه برضو بالنسبه للمشاهدين البورصه برضو اللي انتم شايفينها دي هي اللي هيمشي مع المتسابقين خلال فقره البرنامج لمده يوم بكره خلال فقره كلام اليوم في بورصه ثانيه بتظهر كل يوم البورصه دي بتتغير بس كويس ها الفيديو رئيس القريه ليه هذا يا رئيس القرية يا مصطفى هذا الشريط دائما معروض عندنا هذا الشريط خلاص معروض دائما لا ممكن يختفي بس يرجع تاني كل يوم ليه قيمة يعني أنا الصباح صحيت يا أخي ما أعرف صار أعرفها طيب ناظر يا أخويا اللي تاني مسابقة السيطرة هذه متى أنا عارف أسأل طول النهار الحين شو الفرق مصطفى عن السرير بس 5 ريال الأحمر اللي مع الرصيد الأحمر معناه إنك أنت هتستخدمه أنت اللي هتدفع اللي بالأخضر لا يعني بيجي لك الكوم شروب ايه مصطفى هم حضرون بصوت جوه الغرفه بتتكلم انت والكاميرا للجمهور على طول مصطفى يا ابو حسن ها شو اقول لهم خلاص دي سهله مصطفى يا مصطفى في حد عنده سؤال ابو قلب يا مصطفى بكره معروف صور يا ولد لا دي ما اعرفش تعرض ولا لا اه موضح بكره بكره بيبدا معنا بكره معنا علي ها قرعه تعرف فيها متى بتعلنوا عن السرير وين ادفع انا الحين ابي ارقد الليله في السرير وين اروح ادفع مو بتدفع ينخصم بتخصم على طول مصطفى بس يلا هو انا اخر مره تفضل زد بهاراتك مكتوب 400 حلو 400 اذا نجحت في الطبخ يعني 400 انت بيكون معك واحد تمام 200 تمام اذا فزت يعني قديش لو فزت لو خسرت تدخل السجن طب ممكن تقعدوا عشان لو في اي اسئله لا 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 انا بروح انا بروح البنك بس البنك خلاص نروح البنك شوف خلاص اخر اسئله بناء على ايش على مشتريات الزملاء سكينة لا على حسب الطبخة ابو علي على حسب تقييم ابو علي تقييم ابو علي تسولف تفتح الورقه يكون احسن ابو قرض نعم ابو قرض قرض من دلوقتي اهلا بيك صبر رصيدي الله يصلحك تعال تعال بسم الله عليك تبي قرض من الحين نعم اسال
الحين هذا الشريط بكرة الصباح يكون معروض ترى على طول. ولد مشينا نشوف البنك ونشوف رصيده. نرجع للعالي. وجه كنا وجه. ما عاد. وانا جالس مع الشباب اشوفك في الشاشه قاعد تاكل يوم تقول لبحور وش هلك الزين وطالع فيك وكان معي ناصري هنا بسرعه الله يبقيك طول عمرك ايه تعال تعال السلام عليكم ها لا والله ما طيب السلام عليكم مبروك عليكم برنامج اول حاجه طيب هرفع صوتك ابتداء من دلوقتي خلاص الدلع بتاع الخمس ايام الاكل النوم ومشتقاته اي حاجه تانية كانت ببلاش خلاص ابتداء من بكره اي حاجه هتستخدموها في القريه برصيد امين يا رب حبيبي طيب اول حاجه لازم تعرف الارصده هيكون في ثلاث انواع من الارصده اول حاجه الرصيد الخفي هي الخصومات بشكل عام تمام الرصيد الظاهر اللي بتستلمها من الفقرات ممكن تكسبها بالفقرات وبتستخدمها في الشراء او في اي حاجه عايز تعملها بالظبط دي الفلوس تكون معاك وعارف قيمتها الخصومات هقول لك الخصومات دلوقتي يعني كم بيكون موجود فيه من البدايه صفر 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 يروح سالب يعني بعد كده بتروح بالسالب كيف ازيده اقدر ازيده زود بالمعلق بالظاهر قصدي يلا يلا تمام في حاجه ثالثه اسمها رصيد المعلق رصيد المعلق ده هيكون رصيد المعلق رصيد المعلق معلق رصيد المعلق ده نظام جديد وعباره عن 20% من اي دخل بتزوده لرصيدك من الظاهر بيروح للرصيد المعلق بيفضل محفوظ يتجمع اكتر من مره لحد ما بيجي لحظه مع الاداره بتقدر انك تستخدم يعني ادخار بالظبط هو ادخار 20% كيف ادري انه معلق خلاص هو معلق جاهز فرضا كسبت في مسابقه 1000 ريال 20% منها راح للمعلق والباقي بتقدر تستخدمه تمام فاي نوع فقره او حتى اي مكسب يعني اي دخل زياده بيجي لك على طول 20% راح للمعلق الخصومات الرصيد الخفي التخلف عن الصلوات اغلاق المايك الاداب العامه مخاطبه الجمهور خارج الكونفشن روم تأخر عن الفقرات الغياب عن الفقرات أو الغياب عن البث عشان وقت الرياليتي والجدول الأذان والصلوات عندكم الجدول الموجود في الغرفة أستاذ في موضوع ناقشنا اليوم أنا وجابر والشباب اللي هو عن الصلاة احنا الجدول موجود للأذان والإقامة تمام لكن عن اللي إمنا احنا يعني فينا الجيد في القراءة وفينا لا احنا نبي نتفق ونثبت واحد يأمنا او اثنين يأموننا سواء علي عبد المعطي او جابر الحكم الامامة الاذان خلاص في الجدول الاذان موجود بالنسبة للامام لا دي ما بينكم يعني اقول لك عليك بعد شوي ايش قالوا لي انت حمد شكرا يا طيب. مصطفى في نظام جديد برضو اسمه البورصة البورصة هو هيكون عبارة عن تغير يومي في اسعار كل حاجة في القرية اي حاجة بتستخدمها تمام ممكن البورصة تشمل الاكل والمسابقات وحتى سراير النوم السرير اللي بتنام عليه في الغرفه اتوقع ان هو مريح فعشان كده احنا هنحط عليه ارصده هذا ظلم لا مش ظلم تمام السرير بتحط عليه بس بالنسبه للمسابقات بالنسبه للمسابقات بعض الاحيان بعض الاحيان متسابقين يكون رصيد مسابقه كبير تمام واليوم الثاني متسابقين اخرين رصيد مسابقه اقل فكذا ما يكون عدد البورصه بيتعرض عندكم قبل ما تدخلوا المسابقه قبلها بيوم يعني المفروض بعد شويه هتشوفوا البورصه على الشاشات بورصه بكره سواء المطبخ تزود بهاراتك او السجن واي حاجه تستخدم نعم في مطبخ بكره بكره خلاص تبدا المسابقه كل حاجه بدات من بكره المطبخ الساعه كم الساعه 1 في سؤال لو سمحت بالنسبه للسرير ماذا هو داخل البورصة داخل البورصة لا والله أتكلم جد يعني موضوع مهم تفضل السرير بفلوس أكيد طيب في نفس الوقت أقدر أنام في أي مكان براحتك نام في المسجد طيب ليش السرير عليه فلوس لأنه مليان عادي والله أنا أتكلم جد غرفة نوم يعني أنا دائما غرفة نوم براحتك نام في أي مكان لا لا نام في الشبان لا لا سؤالي مو كذا سؤالي إني أنا مجبور إني أنام في القرية تمام ليش ما يكون لي مكان مهيئ للنوم بدون ما تاخذون عليه فلوس هو المكان المهيئ للنوم بفلوس طب عايز تستخدم نقدر نجيب فرش خد اللي في الغرفه
اخذ واطلع مع فراش والله تعطيني ريال تمام كويس عنده فراش حتى بسكليت لا سمحت سمحت لا دقيقه بس تحدي وجزء المسابقه في فقره اللي هي السرير النوم في السرير هو في فترتين في ناس تنام في البث وفي ناس تنام برا البث هل السرير بيكون له قيمه لما نكون بالبث النوم وقت البث ايه غياب عن الهواء عليه خصم اه تمام والنوم النوم بعد البث على السرير عليه رسوم طب هو انه تعبان هذا في اليوم هذا طيب جماعه طيب متى ننام فيه يعني مثلا بورصه دلوقتي حط انا مثلا انا عندي فلوسي بالساعه حلو صاحي لا لا بالنسبه لاي حد رصيده بالسالب او صفر من حقك انك انت تاخد قرض واحنا هنعرف ازاي ناخده منك من اي مسابقه بتجيلك او مسحب عرض في قرض في قرض انت ناقص نعم زي ما انت عايز بس القرض اللي انت هتاخده هيتخصم منك بالسالب بزياده يعني لو انت سالب 300 مثلا وخد قرض عليه فوائد مفيش فوائد اذا فوائد مش لكن هو بالنسبه لك سالب زياده يعني بيأهلك لدخول البرايم بالزق يعني مع نفسك تمام في حاجه اسمها الاوسكار الاوسكار ده هيكون تصويت من الجمهور عن طريق تويتر كل يوم لا كل اسبوع بياخد جائزه على الرصيد وليها مميزات كم الجائزه هتظهر في البورصه كل اسبوع ليه قيمه تمام بيزيد او بيقل بس هو هيزيد ويقل قبل ما المسابقه تبدا يعني قبل ما نبقى عارفين مين اللي هيفوز طيب بتويتر التصويت بتويتر مصطفى البورصه ايش يخليها ترتفع وايش يخليها تنزل يعني احنا مثلا اخطائنا نعم البورصه كيف ترتفع البورصه البورصه هي على الكيف ما في بورصه على كيفكم انتم يا شباب على الكيف تمام في حاجه ثانيه اللي اسمها رئيس القريه رئيس القريه هيكون اكتر واحد خلال الاسبوع جمع رصيد في الاسبوع يعني كل اسبوع مثلا بنبدا يا جماعه الاسبوع هيبدا يوم السبت ويخلص يوم الجمعه مع نهايه البث يعني المفروض النهارده الصبح مثلا بدانا الاسبوع ولحد يوم الجمعه اللي هو امبارح بالليل انتهى البث خلاص كده خلص الاسبوع يشمل بقى رئيس القريه ويشمل معاه كمان البرايم برايم هيكون يوم السبت فانت يوم الجمعه بعد الساعه 12 خلاص خلص البث مثلا البث بيخلص على واحده او اثنين خلص البث خلاص لازم تكون مسلم كل حاجه تجميع الرصيد عن طريق مسابقات داخل ولا بس بالزبط. ولا هي فقره هي مسابقات المسابقات بشكل عام مسابقه واحده طيب عندك المطبخ عندك زود رصيدك عندك البرايم نفسه تاخد فيه بالدرجات اللي انت عاوزها السبت الجاي برايم السبت الجاي برايم بعد اسبوعين لسه 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 لسه, 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 لسه. بعد ثلاث اشهر تمام كل اسبوع في رئيس قريه ايه هو رئيس قريه اكيد كل اسبوع الاسبوع هذا الاسبوع ده لسه ما فيش تمام تم تحديد على طريق لو انت جبت رصيد خلال اسبوع اعلى رصيد خلال اسبوع له علاقه بالتصويت في اسبوع في الاسبوع ده هيكون في رئيس قريه اعلى رصيد ظاهر اعلى رصيد اقصد اقصد رئيس القريه جمعت خلال الاسبوع لا رئيس القريه يتم اختياره عشان اعلى رصيد على تجميع رئيس القريه على تجميع بالاسبوع طيب يا جماعه يا جماعه الموضوع بسيط جدا بدانا يوم السبت خلصنا يوم الجمعه انت من السبت للجمعه لو انت جمعت 500 وصاحبك جمع 300 انت مبروك بقيت رئيس قريه طيب اللي مع رصيد من اول لا مالهاش علاقه نبدا من السبت للجمعه ده كل اسبوع يعني مش معنى ان انت معاك فلوس كتير من اول البرنامج الفلوس اللي بتجمعها طول البرنامج دي للبرايم لكن الفلوس اللي بتجمعها في الاسبوع ده لرئيس القريه كل اسبوع بتتفضل تمام وبكره هيتم اعلان رئيس القريه اعدام الايام اعلان والله اعلان الايام اللي راحت كان في خصومات نعم الايام اللي راحت كان في خصومات خصومات خفي لا 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 تحط رئيس قريه الاعلان على حسب ايش على حسب اكبر رصيد اها خلال اسبوع على حسب الرصيد تمام رئيس القريه وش يسوي وش وظائفه بعين موظف يعني كل بص كل تفاصيل رئيس القريه وقتها بكره ما بيجيها ليه انا صارت خصومات الحين ولا لسه؟ لاني سالت سامي قال لي لسه ما بدينا ترى الدور صار خلاص مش حاب اشوفها انك كيف بغسلينك ما بدينا يعني الحين اللي نامه مثلا في وقت ما لا 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 اي حاجه يا جماعه يا جماعه الاكل السراير اي حاجه كنت بتصرف بيها من الرصيد الظاهر ما دام لسه ما استلمتوش يبقى خلاص ما فيش اي حاجه ولا في خصومات ولا في خصومات لكن الخصومات لكن خصومات الصلاه خصومات مثلا الصلاه طفي المايك تغيب عن الفقرات دي انت مش محتاج فيها رصيد بس هالمايك شلون طفي بس قد يعني قد تفعلت ولا لسه تفعلت من اول يوم طيب مصطفى عندكم خبر يعني انا تفعلت ما عندنا خبر ما تفعلت دلوقتي يلا ما عندنا خبر ما تفعلت يا مصطفى ما عندنا خبر ما تفعلت انا مسؤول انا اقول لكم تفعل طيب مصطفى تصيح على المايك نعم المايك اها يعني اذا دخلت مثلا عندي شغله بخلص تمام
وقفلت المايك هنا ينخفض في انت عارف ان المنطقه بتاعه الهواء المنطقه اللي اللي انت فيها لو المنطقه دي فيها هواء شغل المايك غير كده انا انت مش ملزم بالمايك يا سلام تمام غياب عن الهواء الاوسكار الاوسكار يا مصطفى إيه؟ يحسب كم غياب عن الهواء اكثر من خمس دقائق يعني طيب كل اسئله كل اسئله خلوها في الاخر الاوسكار ماشي الجوائزه قيمه بتكسبها لرصيدك الظاهر غيرها تمام وامتيازات امتيازات دي هتعرفها وقت اعلان الاوسكار زي مدلع القريه بالضبط مدلع القريه دلوع ايش الدلع ايش من اني احصل على الجوال اعرف لسه طيب تمام في درع الجمهور درع الجمهور ده وقت البرايم اقسم بالله ما اسمع طيب في درع الجمهور درع الجمهور ده انت اعرف واحد اساسا فلوس يا الربع ها درع الجمهور درع الجمهور اللي بيتم التصويت خلال فتره البرايم تمام برضه بيكسب رصيد وده التصويت بيتم عن طريق الاس ام اس تمام ففي ثلاث حاجات الاوسكار عن طريق تويتر عندكم رئيس القريه ده اللي جمع الاسبوع خلال الرصيد الظاهر وعندكم درع الجمهور تصويت اس ام اس وبرده كلهم رصيد ظاهر وكل المسابقات والثلاثه دول بيطبق عليهم الرصيد المعلق يعني كل مكسب هتاخده برده هناخد منه 20% نخزن تمام متى اخذ المعلق هذا معلش على حسب في طرق ليها و اوكي اوكي احنا بتعرف مصطفى اسمح لي انتوا مش عارفين الاليه انت مش عارف الاليه بالضبط انت قاعد تقول لنا في رصيد معلق بس لا احنا فاهمين ولا انت فاهم رصيد المعلق اي دخل زياده شيل منه طب ايش المعنى منه كيف استخدمه متى اخذه كل فقره ليها وقتها ليها لحظه شرعها تمام مسجد على نياتهم بعد خروجهم من البرنامج وقت اعلان درع الجمهور هتعرف القيمه بتاعتها تمام يا جماعه كل فقره وليها مقدمه هو اللي يشرح تفاصيلها تمام زي ما قلت لكم تصفير الحسابات كلها يوم الجمعه بعد لو جاء وقت البرايم يا جماعه لو جاء وقت البرايم يوم الجمعه وخلص البث وانت ما ودعتش فلوس كانت في جيبك او كنت بتعمل بيها اي حاجه ما جبتهاش معناها ان هي مش هينفع تتودع وتخليها معاك للاسبوع اللي بعده تمام فريت بس نتجنب معرض للسرقه مثلا نعم معرض بينكم يعني لو واحد مثلا جه قال لي ان هو نسى الفلوس في الغرفه نسى الفلوس في الغساله واتغسلت خلاص يعني هو رصيدك راح في الغساله ليش دعوه عيد النقطه هذه اي رصيد لو انت سحبت من البنك مثلا مبلغ وبعد كده ضيعته او وديته في اي مكان خلاص ده مسؤوليتك انت متى افضل وقت مناسب اجي اعطيك رصيد يعني كل يوم بعد كلام اليوم كل يوم بالضبط يوم بيوم يوم بيوم لو خليتها للجمعه اعطيتك مره واحده احسن حاجه ان كل العمليات بتاعتكم تتم يوم الجمعه ده افضل وقت عايز تيجي في وقت غيره اهلا بيك مفيش مشاكل يعني سواء يوميا جيت اعطيتك رصيدي او يوم الجمعه بس يوم الجمعه يتميز بحاجه واحده ان هو اليوم اللي قبل يوم السبت بتاع البرايم فما تجيش بعد ما نحدد الناس اللي هتبقى في البرايم بيقول انك عايز تودع ممتاز ممتاز ده بتشمل على تسليم المحلات وبرده رئيس القريه ممتاز تمام؟ رئيس القريه وش مهامه معلش رئيس القريه بيوظف متسابقين بيكونوا مهتمين يا اما بالضيافه كم؟ او التفاصيل دي كلها طيب لها تمام؟ رصيد لها شيء اللي رصيد وكل حاجه ليها وقتها برضه واذا كان رئيس القريه لا يحسن التصرف يا جماعه انا مش دعوه بالتفاصيل اللي انتوا عايزين تعرفوها بالشكل ده انا تفاصيل بس ان في فقرات زي كده خلاص كمل كمل ممنوع التحويل باي شكل كان ودي اساسيه قوي يعني ما تجيش تقول لي انك هتسحب فلوس وبعد كده تديها لواحد من زمايلك وهو يجي يودعها في حسابه او تيجي تقول لي على طول مباشره خد من حسابي وديها لحساب الشخص الثاني او انك تروح تعزمه يبقى انت كده بتخصم من رصيدك وتقدمها لشخص ثاني ممنوع العزيمه ممنوع العزومه ممنوع واذا هو ابن عم ولا جاي من بعيد بره تعزمه ان شاء الله لما تخرجوا انتوا الاثنين بعد 90 يوم تعزموا على اللي انت تقدر تقدر وياه مثلا تقدر لو يا جماعه في حاجه ايوه في وجبات مثلا بتكون سعرها لو انت كبرت الوجبه سعرها بتكون ارخص فممكن 2 3 5 يقعدوا على وجبه واحده هتكون ارخص بالنسبه لكم ولكن الوجبه تتقسم عليكم انتوا الخمسه مش عايزين ندخل في مره في مطعم ونلاقي واحد بياكل بدون ما يكون دافع الفلوس ما تدخلش مثلا اي مطعم وتيجي تقول له فلوسي جوه هياكل بعد كده ادفع لك او اكتبها لي ما دام قبل ما تستلم الاكل تكون مسلمه الفلوس اطلب الاكل وروح جيب الفلوس وارجع له الموضوع مختلف لكن ما تاكلش بدون ما تدفع ايش يصير خصم ممكن تدفع ضعف سعر الوجبه او لو كان المطعم مع واحد من المتسابقين مثلا فاز في فقره وكان عنده المطعم ملكه ممكن يطبق برضه مخالفه على صاحب المطعم اللي هو المتسابق تمام الوضع متأزم اي اسئله
خلاص؟ الحمد لله. ممتع والله. طيب لا انا مش مستعجل. والله مستعجل يا اخي خلصنا فيها في اقل من 10 دقائق. نبغى لائحه الاسعار، اسعار الاكل، اسعار البورصه تتعلى الدولار. نبغى طيب لو سمحت سولف لنا عن رئيس القريه، كم الموظفين اللي يوظفهم؟ المذيع المسؤول عن رئيس القريه هو اللي حيقول لك انت رئيس القريه، حيقول لك على كل البلديه. تفضل. بسم الله عليك. هو رئيس القريه هو رئيس محمد. الان لو عندي مثلا رصيد وصلت 1000 حلو ونخصم عليه برصيد خفي، وهذا الخفي مو خصم؟ اها خصم صح؟ حلو. انخصم مني. اها انا معايا 1000. حلو. ايش عرفكم انه مخصوم مني ولا انا معايا 1000؟ انا اشتري ب 1000 ده رصيد ظاهر. ظاهر. تستخدمه او بيجي لك من المسابقات. طيب قاعد انا اكل واشرب فيه وكل شيء. ده على جنب، لما بتيجي وقت البرايم بنجمع الرصيد الظاهر والرصيد الخفي اللي هو بالسعر. بينقص من رصيدك. فانت لو عند البرايم. نعم؟ عند البرايم. البرايم. يعني ممكن هذا ممكن انا لو معايا 1000 انزل بسبب الخصومات الى 100 بالضبط. ممكن تبقى انت اعلى واحد في الارصده، ولكن الخفي بتاعك اعلى واحد في الارصده فتدخل اسبوعيا اسدد الخفي يعني. نعم؟ اسبوعيا اسدد الخفي هذا الخصم. ها اسبوعيا يعني مثلا انا الاسبوع هذا اخذت مثلا 300 تحت الصفر، سالفة 300 تمام، والبرايم وقت البرايم مثلا معي 1000 في الظاهر. أه. تاخذ من ال 1300 مش بناخذ منك ال 1000 خلاص، احنا بنجمع الاثنين مع بعض. ال 1000 اللي معك في الظاهر فهو في الظاهر 700 رصيدك يعني. لا الخفي هذا يقعد الى متى؟ سؤال ترى ممتاز. مكمل معاك لحد اخر برايم والله. يعني انت ممكن تكون اعلى واحد في الارصده بس كل اسبوع بتدخل البرايم، وما تبقاش مستغرب لان انت ممكن تكون بتطبق الحاجات اللي تخلي تجي عليك خصومات. طيب واللي يدخل البرايم يكون يعني رصيده اعلى يعني اقل ناس في الارصده هم اللي بيدخلوا البرايم. 6 شباب 6 يا جماعه 7 ايه 6 6 6 وواحد يرجع وخمسه سابقوا. وبرده تفاصيل البرايم وقت البرايم. تمام. طيب يا مصطفى ما قلت لنا انه بدل خصم الخفي واحد. نعم. في ناس ناموا وفي ناس بدل ما صلوا وما خصم الخفي في اول يوم تم شرحه. يا شباب احد يعرف انه بدل خصم الخفي؟ ما خصم ما قالوا ما في شيء. والله العظيم لا اعرف شيء. قالوا والله ما في شيء. قالوا نبدا اذا جاكم مصطفى. احنا قلنا نبدا الرصيد الظاهر لما يجي مصطفى. لا لا لا. لكن انا بنفسي كلها انا بنفسي نشرحها لكم. شرحتها لكم هنا اول يوم. طيب بس نبغى نعرف الارصده. قلت لكم كمان القيم. نبغى نعرف الارصده. الرصيد الخفي يبين طيب لنا الحين ولا لا؟ الخفي مش هتشوف. تقدر تقول نبغى نعرف الارصده الان. الرصيد الظاهر. طيب رصيد الظاهر تقدر تعرف يلا من اي حد. طيب نعرف الحين مين عايز يعرف رصيده؟ انا ابغى اعطيني فلوسي ويني. انت مش لازم تسحب كل فلوسك يعني. مثلا لو انت 700 ريال مش لازم تاخذ 700، ممكن تاخذ 50 مصطفى وتخلي الباقي في البنك. مصطفى طيب انا بعرف رصيده. يلا كلنا بالدور. طيب وقت في البنك ممكن تعرف رصيده. عطنا 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 الحين كم حنا كم على كم ال اقول يلا معلش بس دلوقتي البورصه مش عارف ماشي. لو انت عايز الترباس يا محمد. نعم نعم تفضل تفضل. طيب طيب بكره مع اعلان رئيس القريه. ايه هو اللي طيب اللي عايز يعرف رصيده ممكن يجي لي البنك ويسال على الرصيد. البنك وين؟ اخر الشارع الحين. طيب اذا صارت مداهمه على البنك وسرقنا البنك. سلام سلام يا اخي. تستفيد ايه؟ لا مو تستفيد ايه يا مصطفى. طب انت ساحب مني 50 لما تيجي تودع لي 300 ريال يبقى حالتين، يا اما محولها من شخص او انت اللي سارق. لا بحطها بخليها معي. ما ادري مصطفى ليه ما يصير رصيد الحين كله. يا جماعه البورصه دلوقتي هتشوفوها على الشاشات. ايوه تعرفوا قيم كل حاجه بكره. حق بكره بس يوم واحد. حق بكره بس كل يوم في الليل. كل يوم يعني الفقر الكلام اليوم يتم اعلان الليل. النوم عادي في السرير الان. ارصدتنا ليش اليوم البورصه تبدا من بعد الساعه 12 يعني برا بكرديال. ارصدتنا ليش مش البورصه؟ لا يا جماعه بورصه بورصه اليوم. لا لو دخلت غرفه النوم محسوب اني نمت ولا اخذ اغراضي وامشي عادي؟ بص في يعني دلوقتي عادي تمام. اول 12 بعد 12 بعد 12 ابغى اخذ اغراضي بعد 12 عادي. ايه يا رجل عادي عادي موضوع النوم لسه هو يقول دقيقه يا رامي دقيقه. اذا سحبت فراشي من السرير حطيته تحت نمت عليه عادي. جنب السرير جنب السرير يا بنا خلاص جنب السرير يا بنا. يا 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 انحرج يا جماعه. طب لو السرير يعني غرفه النوم. لا لا يعني انت غرفه النوم كامله لو رحت نمت فوق الدولاب يبقى انت كده جوه الغرفه. حلو الكلام ده؟ لا لا مو حلو الكلام. لا عجبني يا عيال.
ولا مصطفى بسحب السرير بتنام بقرف السرير ما ادري لا السرير ذكي انت اي حاجه بغرفه النوم طيب اسمع مصطفى خلوني اعرض البورصه لو سمحت عشان نعرف ايش اللي بعدها طيب لا تقدر تعرضوا البورصه دلوقتي طب مصطفى تسمعني فيها زياده اسمعني زياده ما فيهاش في مسابقات بيكون فيها نقص خصم رصيد مصطفى طيب بعد الساعه 12 قعدت على سريري بس ما نمت قاعد اقرا بعد البث لا لا تفاصيل اللي زي كده ليها وضع تاني كيف لو انت عايز تعرف تفاصيل اكثر بعرف اليوم بقعد بشوي يا رجال والله ما خلى يحصل علينا نوم دليل طيب البورصه جاهزه يلا نبغى نعرف يقول لك يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن انشاء ان تبدا لكم تسعكم خلاص خلاص يلا الله يوفق الوجه يعني انتوا الحين هو يمكن ما حاسب حساب شيء كل واحد سال سؤال خليته يحسب بس بعد نزل يا جابة تنبهنا لازم احنا احسن سؤال انك يا جابة تفضل زي مثلا يا مقرب ما حمد راجل رصيد الخفي يا جماعه لو سمحتوا في واحد بس بيسال انا شايف سريع المشاهدين ما يشوفون رصيدتنا الظاهر في متسابق مش عاوز يخلي الجمهور يشوف رصيده ده حق انت بالنسبه لك كمتسابق مش من حقك تسال عن متسابق تاني يعني اذا سالني واحد معلمه براحتك انت انا هقول لك رصيدك انت عايز تبلغه للناس كنبه لكن انا مش هروح اقول لمتسابق تاني على الرصيد لا واحد رصيد فيكم لا نقابله ولا نشوفه ولا شيء احب اللي رصيدتهم عايز يلا ودعنا هذول اخويا طيب انت حر في رصيدك الكلام مش انا اللي اعلم قول رصيدك لواحد زميلك كان على الهوا في وقتها يا اخي كم مصطفى يعني من ناحيتكم انتم ما راح تخبرونا الخفي ما بيتعرضش على مصطفى يعني انتم ما راح تخبرونا حد برا بالرصيد انتم كنبه نعم يعني ما راح تخبرون انتوا اي متسابق بالرصيد ايش الفائده عيد علي صوتك بنخلص انا لو جيتك مصطفى لو جيتك وقلت كم رصيد محمد بن خير تعلمني لا لا يا حول تسالني عن رصيدك انت ابلغك تسالني عن رصيد حد خلص ولا اسالك البنك خلص ولا نسالك البنك طب يا ريت نعرض البورصه بس معلش نعرض البورصه دلوقتي عشان تعرفوا قيم كم حاجه وين هي البورصه طيب دلوقتي هيتعرض على الشاشات بورصه البورصه هتتعرض دلوقتي على الشاشات زد بهاراتك 400 انت زيت زيت يا عيال اجلس 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 تمام يا جماعه برضو بالنسبه للمشاهدين البورصه برضو اللي انتم شايفينها دي هي اللي هيمشي مع المتسابقين خلال فقره البرنامج لمده يوم بكره خلال فقره كلام اليوم في بورصه ثانيه بتظهر كل يوم البورصه دي بتتغير بس كويس الف ريال رئيس القريه ليه رئيس القرية يا ابو الصفا هذا الشريط دائما معروض عندنا هذا الشريط خلاص معروض دائما لا ممكن يختفي بس يرجع تاني كل يوم له قيمة يعني انا الصباح صحيت يا اخي ما اعرف اسعارك اعرفها طيب الناظر يا اخوي اللي مسابقة السيطرة هذه متى؟ انا عارف اسعارها طول النهار الحين ايش الفرق مصطفى عن السرير بس 5 ريال الاحمر اللي يا جماعه الرصيد اللي الاحمر معناه انك انت هتستخدمه انت اللي حتدفع اللي بالاخضر لا يعني بيجي لك الكوم شروب ايه مشروم مصطفى هم حضرهم بتقعد جوه الغرفه بتتكلم انت والكاميرا للجمهور على طول مصطفى يا ابو حسن شو اقول لهم الدرس انت عليكم السليم خلاص دي سهله مصطفى يا مصطفى لو في حد عنده سؤال ابو قرض يا مصطفى بكره معروف صور يا ولد لا دي ما اعرفش ما اعرفش التعرض ولا لا اه مطبخ بكره بكره بيبدا معنا بكره معنا علي ها قرعه تعرف فيها متى بتعلنون عن السرير وين ادفع انا الحين ابي ارقد الليله في السرير وين اروح ادفع مو بتدفع ينخصم تخصم على طول مصطفى يلا هو انا اخر مره تفضل زد بهاراتك مكتوب 400 حلو 400 اذا نجحت في الطبخ يعني 400 انت بيكون معك واحد تمام 200 200 تمام اذا فزت يعني قديش لو فزت لو خسرت تدخل السجن طب ممكن تقعدوا عشان لو في اي اسئله لا 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 انا بروح انا بروح البنك بس البنك خلاص البنك يعني. شوف خلاص اخر اسئله بناء على ايش على مشتريات الزملاء سكينة لا على حسب الطبخة أبو علي على حسب تقييم أبو علي تقييم أبو علي لو تسولف تفتح الورقة يكون أحسن أبو قرض نعم أبو قرض قرض من دلوقتي أهلا بك صبر رصيدي تعال الله يصلحك تعال تعال بسم الله عليك تبي قرض من الحين نعم اسأل الحين هذا الشريط بكره الصباح يكون معروض ترى على طول عشان اسلم طيب
ولد مشينا نشوف البنك ونشوف رصيده. وجه كنا وجه ما عاد وانا جالس مع الشباب اشوفك في الشاشه قاعد تاكل يوم تقول لبحور وش هلك الزين وطالع فيك وكان معي ناصر.